السلام عليكم. بعد أن أكملنا الصيغة التي سوف تظهر بها محاضرات الأسبوع الأول للطالب، أوكي، الآن سوف نقوم بوضع المحتوى التعليمي. كيفية وضع المحتوى التعليمي إن كان PDF، PowerPoint، Word، Excel، Picture، لينك فروم يوتيوب او فيديو مسجل موجود عندك بالجوجل درايف، شلون حنرفعها وراح نضعها. بالبدايه اني حسب الترتيب صح امشي حسب الترتيب مالتي وشوف شلون راح اخليها. اني المفروض اخلي هنا قلنا انترودكشن المن لماده الاحصاء. طبعا اساتذتي الافاضل، هناك شغله لازم نعرفها ونتعلمها، حجم او سعه المنصة ضئيل وقليل جدا، فبالتالي يفضل عدم رفع الفايلات بشكل مباشر إلى المنصة، فبالتالي تأخذ حيز وحجم، وبالتالي راح بعد فترة بسيطة ما راح تقدر تحمل أي شيء. وإنما راح نتبع طريقة إنه من خلال جوجل درايف الموجود عندك راح ناخذ المحاضرة ونضعها في المنصة بشكل ما يأخذ أي حجم منها. فراح نبدي. أول شغلة أنا هنا بالإنترودكشن أدخل ها هنا، هنا أنا أريد أخلي ملف PDF يمثل فد إنترودكشن معين للمادة، أو يجوز مو ملف PDF، من ممكن يكون فد كتابة بسيطة كتكست وفد محتوى فيديوي أو على أساسها راح أشتغل. أوكي، شلون أجي أوضعها أضعها؟ الطريقة هنا نذهب إلى إديت بالضغط ها هنا. أوكي، راح هنا نكتب الشيء مثلا اللي هو نوع من أنواع الترحيب، لنفترض هي هاي، هذا الشيء اللي أنا كتبه، كتبت المادة شنية، ومثلا أنا شنو الغرض من هذا الكورس الموجود أمامي. كوبي بيست، خليناها أقدر أضللها، أروح هنا أخليها بالمنتصف، أقدر أخليها كبولت، أقدر أكبر الحجم مالتها من هنا. أوكي، أقدر أغير بنوع الخط الموجود ها هنا، شوف شنو نوع الخط الأفضل إلك أو ترتيبات. أوكي، وضعنا هسه هذا هنا، كملت. هسه أريد مثلا ورا ما أريد أدخلي هنا الصورة أو أدخلي فد فيديو، إضافة الصورة أو الفيديو. طبعا أكو عدة طرق. الطريقة الأولى إنه من خلال إضافة لينك، مثلا أنا هذا الفيديو اللي أنا أريده اللي هو فد مقدمة عن الإحصاء. أكو طريقتين، الطريقة الأولى إنه تأخذ هذا اللينك، توقف تضلل وتقول له كوبي، وروح إلى المنصة أضغطها هنا، أقول external link وأنطيه. اوكي، وهنا ايضا تكست اقدر اجيب الاسم اللي هو مثلا للفيديو، وايضا اخليه واقول له دان. شوف هنا أنا ظهر لي كرابط، هذا بمعنى انه الا يضغط الطالب حتى يقدر يتابع هذا الفيديو، وبين قوسين راح يخرج خارج المنصة وبالتالي ما راح نستفاد به، وهذا في الشيء بصراحة احنا ما نريده. فش راح اسوي؟ انا هذا ما اريده، اضل له. اوكي، اضغط ها هنا، اقول له ريموف لينك، وبالتالي ايش راح اقول له؟ ديليت. انا اريده لا اضمنه في داخل المنصة بحيث انه الفيديو مباشرة من يعمل في داخل المنصة. شو نعمل هذا الشيء؟ اذهب الى الفيديو اللي انا اختاريته، اذهب الى شير ها هنا، اضغط ها هنا، ومن ثم أذهب إلى Embed بالضغط عليها. هذا الكود راح أخذه كوبي بيست، شلون بس أقول له هنا كوبي خلاص. أرجع وين؟ للمنصة. نذهب إلى هذا الرمز اللي هو آسف سوري، نذهب ها هنا إلى النقاط الثلاثة، ومن ثم إلى هنا Embed بالضغط على هذه على شكل الغيمة، راح نضمن الفيديو ونقول له أوكي سبمت. نفس الحالة شوفوا هنا هذا أقدر أخلي وين أنا أريده بالمنتصف، فجبته بالمنتصف.
هنا لحد الان بما انه انا اشتغل نوع من انواع الانترودكشن لهذه المادة، اقدر ايضا اخلي له للطالب شغلتين، انه انا مثلا اقدر اخلي له اليوتيوب مثلا، يعني القناة الخاصة بي اذا كانت موجودة، اقدر ايضا اخلي له التليجرام، يعني ايضا من الممكن خليه، رغم احنا خليناها المفروض بالبيج، خليناها بالبيج الرئيسية بالهوم بيج اللي عملناها بالبداية. اوكي، بس رغم كل هذا انا راح اخلي فقط قناتي مال يوتيوب هناك. فش راح اسوي؟ حاخذ هنا كلمة يوتيوب، اكتبها واضحها هنا، اضللها، من ضللتها وين اروح؟ اروح هنا، واروح طبعا قبل حتى اجيب مالتي الرابط مال قناة اليوتيوب، اول فيديو الي. اوكي اسف، هنا لا. نضغطه ونقول له دان، خلاص اتفعل. هسه شرح اقول له سيف. فهسه اللي صار عندي اني هاي الانترودكشن لماده الاحصاء كملتها. اوكي، نرجع للماجول، خلصنا. هسه اني اول شغله، هسه وين اقدر اروح؟ اروح للانترودكشن لبدايه الماده، نفس الحاله حضغطها هنا، ضغطنا. هسه أنا هنا أريد أضع ملف PDF. شلون أضع ملف PDF وشلون أخذه من مالتي الدرايف؟ أولاً خلينا نعرف الدرايف شلون راح نقدر ندخله. طبعاً هي هاي الصفحة الرئيسية لجوجل. تتأكد إنه أنت موجود بالحساب الرسمي للجامعة، تضغط على هذه النقاط ومن ثم درايف. حتى لو صار عندك فد إشكالية معينة، شو راح تسوي؟ سوي فولدر، هذا الفولدر خاص بالكورس اللي أنت راح تنطيه هاي السنة. فلهذا من الممكن أصنع أني فولدر. شلون أجي أصنعه؟ بشكل بسيط أقول نيو. أوكي، انتظر قليلا لأن حسب الحجم اللي أنت والإنترنت. نيو فولدر. هسا أنا مثلا هسا أنا الفولدر اللي أريد أسميه اللي هو statistics، وبما أنه أنا عندي أكثر من خلينا نقول ملف اسمه statistics، عفوا، راح يكون مثلا 20 21. شرح أقوله create، ننتظر قليلا، هياته. أوكي، أجي أفتح هذا الملف. هسه طبعا هذا الملف حتصعد به كل شغلاتي الخاصة. أول شغلة اللي أنا أريد أسويها، أنا أريد أسوي introduction كاتبة 1 1. أنا هنا بالحاسبة بالأسفل، ومن أجي على ملف هنا الحاسبة، هذا statistics، هياته أنا مسوي فولدر اسمه 1 1، خل بي المادة الانترودكشن اللي أنا أريد أصعدها هنا. فش راح أسوي؟ فقط سحب وإيش وإسقاط. ننتظر قليلا. أوكي، صعدنا. نجي هسه أفتح هذا شيد أني. هاي هو الانترودكشن بالبداية، مجموعة من التعاريف. انتبه هسه علي شلون راح أشيرها وأربطها مع المنصة. هاي الخطوة جدا مهمة. الخطوة الأولى المهمة واللي لازم ما ننساها، كليك أيمن، نذهب إلى Get Link. أوكي، ننتظر قليلا، نذهب إلى هنا. هنا معناته أنه هذا الملف ما مسموح أنه يشارك به أي واحد. لازم شو أسوي؟ أضغط على هذا السهم، أقول له To Anyone. أوكي، هسه أنا كلش ما يفيدني، ها هي خلص أسد. المهم سويت هاي الخطوة، أقول له Done. هسه شو أسوي؟ دبل كليك عليه، انتظر قليلا، فتح. اوكي، بس من اجي هنا اضغط، ماكو فد ما يعرف بالإمبيد اللي هسه قبل شويه سويناه بالفيديو مال يوتيوب. شلون استخرج هذا الإمبيد؟ اضغط على هنا اوبن نيو ويندو، نضغط عليها، ننتظر، راح تنفتح الصفحه من جديد. من تنفتح الصفحه مباشره نذهب من جديد ها هنا، هالمره باعوا ظهر فشي اسمه الامبيد ايتم. اوكي، اقول له كوبي، اخذه كله، اروح هسه للمنصه للواحد واحد انترودكشن. وين اروح؟ اروح على هاي النقاط الثلاثه، على هذه، على شكل الغيمه هذا امبيد، نخلي الكود هنا ونقول له سبمت. ننتظر قليلا، شوف حشوف الحجم صغير،
يعني شوف هنا ما ماخذ كل الصفحه، ماكو مشكله في الشيء وكلش بسيط. راح نسوي، راح نكبر الحجم. شو نسوي؟ احنا بعدنا بالإدت، احنا بعدنا ايش بالإدت، فوين نروح؟ تشوفون على هذا الرمز، على هذا سويتش تو اتش تي ام اديتر، بالضغط عليه راح اروح على هنا على الويدث والهايد. هذا سوي الف، دير بالك لا تمسح اي شيء بس تغير بالرقم، وهنا أنا ايضا سوي الف. شو راح تقول له هسه؟ سيف، انتظر هسه. شوفوا العرض شلون صار، صار على طول الشاشه. اوكي، حتقول لي الطالب شلون حينزل هاي من هنا. من حيض اضغط الطالب راح هنا تظهر بصفحه بحدها وعنده خيار الداونلود، وعنده خيار الداونلود. اوكي خلصنا هذا انترودكشن. من كملت انا هسه ايش كملت؟ 1-1 انترودكشن. ارجع على المجول لان انا بدي اشوفكم الخطوات اللي دا استخرج. هسه انا هنا اشتغلت، اوكي هنا اشتغلت. هسه وين اروح؟ على الفريكونسي ديستريبيوشن. ايضا انا اريد اخلي ملف بي دي اف. ايضا ايش راح اسوي؟ حروح على، طبعا هنا انسدها لان هاي بعد ما احتاجها. هسه انا ايش اريد؟ ارجع خطوه، اريد هنا اذا اصعد يا ملف هذا، صعدته هسه للدرايف. اوكي هنا صار، انتظر شوي لين يكمل. كمل، ايضا افتح هذا الملف نفس الخطوه السابقه. اول شيء رقم واحد كليك ايمن جيت لينك، ننتظر قليلا. هنا ايش راح اقول له؟ to anyone، اقول له done. شو راح اسوي هسه؟ افتحه، ننتظر قليلا، روح على ثلاث نقاط، open in a new window. اوكي انتظر. اوكي هسه من حجيبه؟ حجيبه embed item، ونفس الترتيب السابق اخذه اروح هنا اقول له إيديت. انتظر قليلا، وين اروح؟ ثلاث نقاط، الامبيد اللي هو شكل الغيمه، اضع هذا الكود اقول له سبمت. ايضا راح تكون الحجم صغير، وين حنروح؟ ها هنا نضغط بالنسبه ويت. هنا حنسوي مثلا الف. اوكي نفس الحالة هنا راح نسوي ألف، راح نقول له دان. أوكي سيف. أوكي اشتغل طبيعي الحجم مع الملف. أوكي نرجع، رغم أن أقدر طبعا من أنا أتقدم خطوة مباشرة وأروح، بس أنا دا أحب أشوفكم شون دا يعني للمجول من جديد حتى خطوة خطوة دا أشتغل. هسه هنا الملخص ما راح اعيد لان هو نفس الحاله، هو عباره عن بي دي اف. وين حروح؟ اروح على اليوتيوب، كيفيه اضافه هسه ملف مباشره من اليوتيوب. انا هسه حضيف مباشره من اليوتيوب، ايضا دبل كليك فتحت هسه هاي الخطوه هنا هذا الاوبشن. طبعا ماكو كل شيء، فايش راح اسوي؟ راح اقول له اديت. وين المحاضره اللي انا اريد اضيفها؟ انا اريد اضيفها كتضمين بحيث الفيديو يكون موجود امام الطالب، ما يخرج خارج المنصه، ما اد انطيها لك كرابط. فلهذا مباشره انا حروح هنا هذا بارت، هذا البارت الاول. شو حسوي؟ انا اريد هنا اضيف اللي هو Frequency Distribution Lecture YouTube Lecture اللي هو بارت 1. فشو راح اسوي؟ راح اجي من هنا، راح اقول له شير. اوكي راح اقول له شير. من شير شو راح اقول له؟ embed. اوكي ايضا حقول له كوبي. راح ارجع ها هنا ثلاث نقاط الغيمه هي الامبيد، حقول له سبمت. ايضا بشوفوا الفيديو مثلا صار حجمه صغير، نقدر ايضا نكبره من هنا. هنا الجيد يقول يا ب 560، ما راح اسويها 1000، حسويها مثلا 800 هالمره، وهنا ايضا 800. اوكي وحقول له سيف.
شوف من ممكن انا اقدر اسوي بعد اكبر، وهنا انا حشغله. شوف هنا من حيشتغل، حيشتغل مباشره وين؟ في داخل المنصه. ننتظر شويه قليل على مود الانترنت. طبعا من يقدر يكبره بشكل غير مبرمج وبشكل اوكي. هذا بالنسبه هنا اضافه الجزء الاول. ارجع مجهول حتى اضيف الجزء الثاني، حرجع حتى اضيف الجزء الثاني من هنا. اوكي دبل كليك، فتح اديت، اروح وين هسه؟ للجزء الثاني، شير، شو حقول له؟ امبيد، حقول له كوبي. ارجع هنا ثلاث نقاط امبيد، ومن ثم نضع الكود، حقول له ايش؟ سبميت. صارت هنا نفس الحاله، ادخل من هنا اكبر، بس انا راح اسويها الف. خلينا نشوف او اوكي الف حتى نشوف ايش راح يكون الحجم. هل الحجم طبيعي لو حيكون اكبر من اللازم؟ الف، حقول له سيف. شوفوا هنا ظهر الفيديو بهذا الحجم. اوكي نرجع. زين هسه خلينا نقول انه انا اريد اضيف فد فيديو مسوي نتيجة فد ميتينج وموجود وين؟ في داخل جوجل درايف. شلون اجي اضيفه؟ خلي اذا راح ارجع هنا، راح ارجع هنا وايضا ايد اعلمكم شلون احذف هسه هذا. ايضا من الاديت، من الاديت احدده هسه للفيديو. اوكي حقول له كات. واذا ما صارت عندك مرات، ما تصير مرات شلون احنا نسميها، تصير عندك فد اشكاليات معينه ما يتحدد، ما يتحدد، فش تسوي؟ اوكي بكل سهوله بدخلها هنا وامسحها بهالطريقه وقول له سيف. خلص في حالات تصير، يعني ما اعرف نتيجه انه اكو لحد الان شغل بالمنصه، ما اعرف حقيقه. نجي على الاديت هسه. اوكي هسه اني اريد اضيف فيديو مو على اليوتيوب، ما جابه من اليوتيوب، اني اريد فيديو موجود وين؟ هنا بالجوجل درايف مالتي. خلي نسد هذا. اوكي لنفرض هنا، نرجع ماي درايف، هذا ستاتستيكا. لنفرض انا عندي هذا الفيديو موجود هذا، هذا شلون اضيفه؟ نفس طريقة اضافة البي دي اف، بمعنى الخطوة الأولى المهمة الكليك أيمن ومن ثم جيت لينك. أروح وين؟ هنا. هسه هو ممنوع من الشير، لا أقول له تو أني ون. بعدين شو أقول له؟ دون. هسه شو راح أقول له؟ أوكي أفتحه دبل كليك، انتظر. نفس الحالة وين حروح؟ هنا على هالي ثلاث نقاط، حقول له open in a new window، ننتظر قليلا. اوكي هسه شو راح اسوي؟ هاي الثلاث نقاط واقول له embed item، راح اخذه اسوي له كوبي. هسه وين نجيبه؟ الثلاث نقاط الموجوده ها هنا هذه، ومن ثم نقول له اوكي وكلها سبمت. سوري خلينا نشوف ايش راح يشغل. ثواني يمكن على مود الرابع حنجد ب 673، هاي ايضا ضمن الرينج، اي ايضا واحد. والعمود الخامس والاخير اللي حنشوف اللي هو 669، اي واحد. حاصل جمعهم هسه هذه ثواني العفو، يعني الاعداد التكرار المتكرر حسب هذا الرينج، هنا 0 1، هنا ايضا واحد صار. اسف لهذا الشيء اللي صار، بس افهم يعني ليش بقى نفسه، رغم ان احنا المفروض احنا اخذنا هنا الامبيد مال هذا الفيديو. اوبن نيو ويندو، ثواني ننتظر قليلا.
اللي كمل تحميل، ما أعرف في جزء يمكن على مود ما كمل تحميل فما أخذه بشكل صحيح. نجي نأخذ الإمبيد، أوكي، راح نقول له كوبي، نقول له أوكي، نجي ها هنا، نجي هنا، نقول له دان سبمت. انتظر، ما اعرف اكون يجوز مشكلة بالانترنت فشوية دي يتأخر التحميل انتظر. اوكي راح نقدر نكبر الحجم من هسه، فندخل ها هنا، فراح نسوي مثل ما نشوف انها 640، ايضا خلينا نكبرها الى 1000، وهنا ايضا الى 1000، ومن ثم نقول له سيف. انتظر قليلا، ما اعرف يعني ليش يمكن على مود من الدرايف لان يحمله، اتوقع لكونه من الدرايف لان يحمله، لان باليوتيوب انتم شفتوا جدا سريع وجدا مباشرة اتحمل ومباشرة يعني صار ظهر بالواجهة. اوكي راح نتركه احنا هو يحمل وبعدين نرجع له. بس هو القصد هاي الطريقة من تريد تضيف فيديو من الدرايف نضيفه بهاي الطريقة. اوكي لنفرض هسه خلينا نسد هاي الشغلات، لنفرض هسه انت نرجع على الماجول، شو تريد؟ تريد نضيف ملف بي دي اف، اسف باوربوينت. ملف الباوربوينت هنا شوية يختلف، ملف الباوربوينت هنا يختلف، فخلي نقول مثلا هسه هنا انا هذا هنا اريد اضيف ملف في الباوربوينت، فخلي نحذف هذا بالبداية حتى نشوفكم شلون نضيف ملف الباوربوينت. هو منا مباشرة من خلال هكذا، لان هذا احنا جبناه كإمبيد فلازم نحذفه بهذه الطريقة. سيفت اوكي وراح، ما عندي مشكله به. هسه اريد اضيف ملف باوربوينت، شلون اجي اضيفه؟ ايضا اللي حيصير عندي اكون اني رفعت مثلا هسه ملف هذا باوربوينت بالطريقه اللي شفناها قبل شويه اللي هي سحب واسقاط. الخطوه الاولى نفسها اللي طبقناها على الكل، كليك ايمن جيت لينك، ومن ثم هنا اللي يقول ما مسموح اخليه تو اني ون وذ لينك، حقول له دون. اجي هسه افتحها، بس هنا يختلف الحكي، ما راح احتاج افتحها في يعني صفحه اخرى، وانما انتظر لين يفتح، لين توقع شوي الانترنت ما اعرف اكو بي اشكال يسار. راح اروح على فايل، اضغط فايل، اوكي من فايل اذهب الى ببلش تو ذا ويب، من فايل اذهب الى ببلش تو ذا ويب، اضغط ها هنا، انتظر قليلا. هنا انا ايش راح اسوي؟ اقول له ببلش، اول شيء اضغط حتى يقبل انه يصير علن هذا الملف، ومن ثم اقول له اوكي. هنا أنا اروح على الخيار الثاني اللي هو الامبيد. هسه اجي اخذ هذا اللينك كله، حسوي له كوبي. نجي هنا اكو خيارات معينه. انت السلايد تريده صغير، تريده ميديوم، تريده لارج، او تريد انت تحدد الابعاد. هل انت تريد انه هو يتغير كل ثلاث ثواني؟ هل تريد انه يشتغل مباشره اول ما راح الطالب يعني يدخل الى صفحه هذا البيج، او وكذلك انه راح ينعاد تشغيله بين كل فتره؟ انا بالنسبه لي ما راح اخلي هاي الاعدادات، وهسه حقول لكم ليش. فمن اجي هنا حقول له ايديت، ايضا لثلاث نقاط هنا خليناها، ايضا سوينا سبميت. طبعا شوفوا هسه هذا المتوسط، هسه حقول له سيف حتى يشوف شلون حيتصفح. خلينا نشوف شلون راح يتصفح الملف، بس هذا هو الملف. شوفوا انا كطالب هسه انا براحتي زين اتصفح بالملف
كيفي، أنا الطريقة التي تعجبني، لأن إذا خليتها كل 3 ثواني والطالب راح يصفح جزء ما راح يلحق هو يقراها، فليش لا أخليه هو يتحرك؟ فخلي الطالب يستطيع أن يقلب الملف اللي أمامه بكيفه وبراحته، وهاي الطريقة. فأنا والله أعلم، وقد يعني أنتوا حسب كل واحد. زين، هسه احنا تعلمنا كيفية إضافة ملف بي دي اف، ملف باوربوينت، فيديو إذا جبته كرابط وشفنا يعني مو في الشيء مرغوب به، لأن هم حيطلع الطالب من الصف يعني من المنصة حيخرج، وإنما نجيبه تضمين وعرفنا شلون نضمنه، وعرفنا أيضا شلون نخلي فيديو يعني نفس الطريقة اللي هو ناخذه من الحاسبة ونذبه بالفولدر مال درايف، ومن ثم ناخذه ونشيره عن طريق الإمبيد. هسه إذا في حالة إن كان عندي خلينا نقول ملف وورد، ايضا خلي اشيل هذا الوورد او الاكسل، اثنيناتهم نفس الطريقه، نفس الشغله اللي هسه حسويها، هم يشبهون الباوربوينت، لكن اكو فد اشكاليه حتشوفوها حتصير عندنا. خلي نسيف. اوكي، هسه انا ايش اريد اضيف؟ اريد اضيف هنا ملف وورد او اكسل. ايضا حجي هنا نسد هسه هذا، نسد هذا، هذا هسه الملف اللي الوورد او ملف الاكسل، شلون جيت من هنا سحبت وضفته، انتظرت الى ان يصعد وبعدين شيرته. الخطوه رقم 1، اقف على الملف كليك ايمن نفس الطريقه السابقه، جيت لينك. ايش راح اقول له هنا؟ هو انه هذا ما يشير، اقول له لا، تو اني ون وذ لينك، حقول له دون. شو راح اسوي؟ افتحها من هنا، فتحتها، حروح هنا انتظر قليلا، اضغط على فايل، ايضا حروح ببلش تو ذا ويب، ننتظر. اوكي، شو حقول له؟ انه لازم اقول له ببلش بالبدايه. حقول له اوكي، انت تريد حقيقه انه هذا الشيء، راح اقول له اوكي. وين بعدين ثم وين نروح على الامبيد؟ شو حسوي؟ اخذ كوبي لهذا اللينك. وين اروح؟ اروح للصف، اديت، انتظر قليلا. هسه شرح وين نروح؟ اروح على النقاط الثلاثه، هروح على النقاط الثلاثة، ها هي، ومن ثم وين؟ على هاي الغيمة، embed code، نقول submit. شوفوا، انتبهوا على هاي الشغلة. طبعا أول شيء خليه سيفه، لازم أسيفه على هالوضعية. ستشوفون إنه حجمه يعني مو طبيعي، يعني هو ما نقدر إحنا نشتغل به هذا الحجم، ماكو شيء حجم إنه الطالب راح يباوع به، أو أنت دازة ما تعرف حتى هو يعني يباوع يا دوب، فماكو شيء. فشون نتعامل وياه؟ حقول له إدت. طبعا هذا مثل ما قلنا، هذا إن كان ملف وورد أو أكسل أعامله بهاي الطريقة. أروح هنا، المفروض أتلاعب بالأبعاد، هنا أنا ماكو أبعاد، فمين أجيب الأبعاد؟ أنا أقدر هسه أدبر الأبعاد مثلا من أي، خلي هاي أسدها، خلي ناخذ مثلا أبعاد مثلا مال هذا ملف البي دي اف، دبل كليك، شوية حنأخركم. ايش قلنا؟ نسوي له open in a new window حتى اخذ معلومات الامبيد مالته فقط، الويدث واللايت. اوكي، اوكي، فهسه راح ناخذ هذا الامبيد، ايش راح اخذ من عنده؟ بس هذا المقطع، هذا المقطع الودث إلى علامة الاقتباس، أقول له أوكي، أذهب هنا، وين أضعها؟ وراء الفولز أكو هنا علامة اقتباس، أخلي المؤشر بهذا المكان بالضبط، ومن ثم كليك أيمن وأقول له بيست. أجي هسه أتلاعب بالأبعاد، لنفرض هنا 900 ب900. أوكي،
هسه شو راح اقول له سيف. انتظر. اوكي. هو شو هسه هذا ظهر امامنا ملف الاكسل وملف الوورد. وحقيقة بس ملف الاكسل وملف الوورد شوية بيهن يعني هاي الاشكالات اللي هسه شفناها يحتاج لها في الترتيب معين. زين اوكي، في حالة اريد اضيف مثلا صورة، هاي الصورة شنو بيها؟ بيها مثلا مجموعة من ال يعني assignment، انا اذا اسوي مجموعة من الاسئلة حتى تصير كassignment. فسوي وين حنروح؟ حنروح هسه ورا ما كملنا introduction، كملنا frequency distribution، السمري، اليوتيوب واحد، يوتيوب اثنين. خلي نقول هنا انت خليت example اهم بي دي اف، اريد هنا بالdiscussion. بالdiscussion طبعا عرفنا شلون، ضفنا السؤال هذا ضفناه، وعرفنا شلون ضفناه بالمحاضرة السابقة. هسا شو حسوي؟ يونت هنا الاسايمنت. طبعا هنا اديت حقول له، طبعا من ممكن اخلي ملف بي دي اف، ومن ممكن اخلي ايش؟ صوره. الصوره نفس الحاله، لازم من اجي اريد اشيرها لازم اشيرها بالصيغه اللي قبل شويه حكينا عنها، اللي هي إن كان كبي دي اف أقصد، لازم بالبداية كليك أيمن get link وإلى آخره. نفس الحالة بالنسبة للصورة، نفس الحالة بالنسبة للصورة، لازم تشير بنفس الحالة. أو مثلا إذا عندك صورة مثلا موجودة للأسئلة، خلي نشوف بس ثواني، خلي نرجع شوية لورا حتى للأسايمنت. لا سوري، هنا الاسايمنت، هذا التوتوريال، هذا هو كبي دي اف. اقدر شلون اشيره مثل ما تعلمنا، كليك ايمن جيت لينك هنا تو اني ون دون افتحه اوكي اوبن نيو، ثلاث نقاط ننتظر شوي خليه بس تنهض. اها الامبد وناخذها نروح هنا ثلاث نقاط قطعه، اقول لها سمعت، حتظهر بهاي الصيغه، نكبرها من ها هنا. احنا هذا الشغل كله بدنا نسويه حتى لا تاخذ المنصه يعني حجم، يعني تاخذون حجم اكبر من المنصه، وبالتالي يقل سعتها وتنغلق بسرعه. طبعا هنا بما انه هو assignment لازم نكمل. هنا مثلا ايش كم نقطه على هذا الامتحان؟ لنفرض 10 نقاط. هل هو ايش؟ هل هو assignment؟ هل هو كويز؟ لا، هو هنا نسأني بالنسبه لي هو assignment. هل هو discussion؟ هل هو كويز؟ هل هو اتنس؟ فانا لازم اني تذكرون بالبدايه سويت حددت نسب حتى هو يفهم على نسبه هذا حيصير بوينت. اي نعم بوينت على درجات. هنا يعني شلون حيصير السبمت؟ حيصير اونلاين. اوكي، شلون يرجع لك الطالب؟ هنا يبقى على شلون حيرجع الى الطالب. اكو طريقه انه الطالب يقدر يكتب، يعني تنفتح له صفحه واذا هو عنده حاسبه كوبي بيست، بحيث ينزل لك الحل كوبي بيست اذا مثلا شغله شرحيه او حتى مثلا رياضيات ويقدر يطبعها او يكتبها، او يسوي لك ويب سايت اورال. شلون الثاني سويت نفس الحالة، الطالب يشير لك ايش الحل مالته وبعدين انت تنزلها بالحاسبة مالتك حتى تقدر تصلحها، او ميديا ريكورد او فايل ابلود. احنا قلنا ليش بدنا نحاول نتخوف؟ احنا على مود الحجم مال المنصة. اوكي، فانا حخلي اوكي تكست، حخلي يورال، ومن ممكن عاد تبقى لك اذا انت تهدى فايل ابلود. زين، هنا انت شنو نوعية الفايل اللي تريده؟ يعني اذا هسه انا خليت لازم انت تخلي فد نوعية فد اكستنشن معين، فلا خلي ان كان صوره او بي دي اف هو يريده. عدد المحاولات لا، انا ايدها ليميتد، ايدها بس محاوله واحده. This is a group assignment. اي نعم، لان اذا خليت هنا حيطلع لي غير شغلات، فما اريد اتدخل بها هسه انا. ايضا هنا كل واحد
مثلا، او اذا انت عندك بعد مثلا سكشنات حتبين هنا، ان كان سكشن مثلا للتكرير للعمليات سنوي الى اخره، هنا تقدر حتظهر لك. نجي هنا ايش قد الفتره اللي انت تريدها، يعني فتره ايش كم يوم حتى ينزلك الحاله، اذا يوم واحد او اسبوع وتخليها هنا. لنفرض بدينا يوم 6 ساعه بالتسعة بالليل، اوكي اسف المفروض لين احنا حسب التوقيت حقول لدان يوم 8. اذا نفس الحاله، اذا هنا يوم 8 انا اريد بعد يومين ساعه بالتسعة، اوكي هنا دان، هنا انا شريده اريد يعني هسه حطلقى ساعه بالستة ساعه بالدعش دقيقه، اوكي دان حقول لها هسه ايش سيف، اها نيو جروب، لان انا هنا متحدد هذا سيف، لان انا ما ادري لجروب معينه حقيقه. بس صعدت هاي الاسئله وين بالاسايمنت. طبعا الكويز حنتعلمه بعدين، او انا اقدر هسه اشوفكم انا هنا مسويه هسه هذا الكويز مثلا، بس حنتعلم لان هذا يحتاج لترتيبات معينه، حشوفكم الريفيو بالنسبه للطالب او شلون حيشوفه بالنسبه لي. هو هذا، هاي مجموعه الاسئله اللي انا خليتها عباره عن 10 اسئله بصيغ مختلفه. اوكي نجي هسه هنا خلينا نشوف نظرات الطالب للموضوع student view. نبدي من البدايه من المجوال افضل. هسه الطالب حيفتح هنا introduction، حتكون هسه هاي introduction، اوكي هذا اليوتيوب اذا يريد يفوت القناه next، اوكي شوفوا هنا ظهرت لعد بدات هنا الا يأشر لي مارك اس دان انه هو شاف مالتي المحاضره اللي هي المحاضره الاولى اللي هي انترودكشن، يلا يفوت. يعني هسه اذا داس نيكست ما راح ياخذها، ليش ما راح ياخذها؟ يعني ما راح يسجل انه هو قراها، لان باعه هنا مغلقه لكونه هو اصلا شبيه اصلا ما قال له هنا مارك اس دان. هسه دان اوكي هسه انتقلت نيكست، شوف هسه انفتحت له لان ولا ما سوى انه هو شاف هذيك المحاضره وقراها، هسه يلا انفتحت عنده ايش؟ انفتحت عنده المحاضره الثانيه اللي هي خلينا نقول الملخص، حيقول له اوكي مارك اس دان دان، اذا هسه نيكست للي بعدها اللي هو المفروض اللي هو السمري اللي اني رافعه الى. ننتظر قليلا. سوري مو احنا ما رفعناه، قلنا يتعلمنا طريقه رفع البي دي اف، فايضا حنقول له مارك اس دان، حنقول له نيكست، لان احنا اصلا ما رفعناه، احنا مباشره على متقلل الوقت حقيقه. هذا هو اليوتيوب ايضا لازم يتفرجه، ولا ما يتفرجه حيقول لي مارك اس دان والى هكذا وهكذا. اوكي خلي رست منظور الطالب. هسه نرجع الى التدريسي. هي هاي الطرق المهمه في عمليه يعني الطرق اللي هي حتى نقدر نرفع بها محاضراتنا، البي دي اف، البي دي اف ان كان من جوجل درايف، والفيديو ان كان موجود في الجوجل درايف نفس الطريقه، لازم بالبدايه كليك ايمن ثم جيت لينك ثم نسوي له انه تو اني وان، ومن ثم نفتح الفيديو او البي دي اف وناخذ من عند الامبيد. اما اذا كان الفيديو مرفوع على يوتيوب مباشره نسوي له شير، ومن الشير ناخذ الامبيد. اما الباوربوينت لا، ايضا نفس الحاله، ان كان باوربوينت او ان كان وورد واكسل بالبدايه هم نفس الحاله، كليك ايمن جيت لينك نسوي تو اني وان، ومن ثم نفتحها ونروح على فايل تو ببلش، نضغط عليها ونسوي لها ببلش وناخذ الامبيد. اتمنى تكون هاي المحاضره مفيده، وان شاء الله ما طولت عليكم، وشكرا جزيلا.